سباقات الكارت أو الكارتينج هي نوع من أنواع سباق السيارات، تعتبر عادة أولى الخطوات للولوج إلى عالم الرياضات الميكانيكية. السلام عليكم، جو بريزونت، اسمي رزقي ناسيم، في عمري 29 سنة، سائق في رياضة الكارتينج. الكارتينغ جينيرالمون الناس يبداوه بالوازير، سي ان سبور دو لوازير، تما الناس يبداوه يروحوا يزديفول. هي طوموبيل عندها اربع رود، توبيلا شاسي توب، ماشي مش كيما طوموبيل، مي بلوز او موان لي ميم كاركتيرستيك تكنيك. كات رو ما فيهاش باك سسبونسيون، فريناج، موتور دو طون، وكاين فيهم موتور كات. فهي أحد تخصصات رياضة السيارات التي تمارس على حلبات خاصة. الكارتينج مهد الكثير من نجوم الفورمولا 1، أمثال مايكل شوماخر، إيرتون سينا، لويس هاميلتون وغيرهم. كما كانت بداية العديد من سائقي الناسكار. ومنذ سنوات استطاعت هذه الرياضة أن تجذب العديد من محبي سباقات السرعة في الجزائر. حيث تم إنشاء العديد من المضامير للسباق وإدراجها ضمن لائحة الفيدرالية الجزائرية للرياضة الميكانيكية، وتشهد الجزائر حالياً بطولة بحد ذاتها في هذا التخصص، حيث فاق عدد المنخرطين في هذه البطولة الوطنية 50 رياضياً، سجلت لهم عدة مشاركات دولية رفعوا من خلالها الراية الوطنية عالياً. نسيم رزقي واحد من هؤلاء الشباب الذين اختاروا ومارسوا هذه الرياضة منذ الصغر. الكارتينغ بديته طري جون، على لاج دو 10 ans، بديته مع بابا، انا كنت نحب باسكت، بعد هو ما انيسيا سو سبور، قال لي بلي الكارتينغ مليح وتبعته، وليت نشوف فيه، نشوف نروح نشوف، ومن بعد وليت نحب نجري معاه، ومن بعد بدينا نيفوليو كيف، ومن بعد جاو دوت بيلوت هكذا باسيوني كيما حنا، بدينا نيفوليو كيف، و سي كوم سا كسا كومونسي. هي انا بديت نجري مع الرابطه تاع الجزائر،
اللي هي لا ليغ دالجي تاع سبور ميكانيك. يا بدينا نجرو في سان جوي وبدا باش نعرفوا توجور هاد سبور. ومن بعد جي غاني 3 تيتر 3 فوا شامبيون دالجيري. حبيت نروح نجري في الخارج، حبيت نشوف نتحكك مع الناس اللي عندهم او نيفو باش نعرف وين راني ندور. جي كومونسي بار لا فرانس، ومن بعد بديت البرازيل، ومن بعد البرتغال، ومن بعد الكوتي ميدل ايست، العمان، دبي، هادو كاع. ميم جي في دي تيست سيتي بريفي اون ماليزي، سيتي هكذا بيني. جي بري اون ماشين جي لي لوي، مي باش نشوف برك النيفو بارتو دون الموند كيفاش داير، اي سيتي سا البوت. ووصلوا الى درجه الاحتراف. عمر ميغاري متسابق محترف، بدأ مشواره في سباقات التل للدراجات النارية. السلام عليكم، je m'appelle عمر ميغاري، je suis pilote de karting professionnel. Donc je fais la compétition en catégorie handicap. ليتحول إلى رياضة الكارتينج بعد تعرضه لحادث في إحدى سباقات الدراجات. إصابة أرغمته الجلوس على كرسي متحرك. عندي plusieurs titres. En 2015, j'ai pu remporter le championnat régional en France de la région Centre. En 2016, j'ai fait troisième au trophée international handicap. En 2017, vice-champion de France. 2021, champion de France. Champion de France 2022. Et je me prépare en ce moment باش نبارتيسيبي في الشامبيونات دو فرانس 2023. بإمكان حادث كهذا أن ينهي مشوار أي رياضي، إلا أن عمر استطاع أن ينطلق في مغامرة جديدة بعد اكتشافه لتخصص الأونديكارت والذي يتناسب مع إعاقته الجسدية. دونك درت ان اكسيدون 2001 اي دوبوي شوي بارابليجيك اون فوتاي رولان. Et puis de 2001 jusqu'à 2006-2007, j'ai arrêté parce qu'on ne pouvait plus avec l'handicap, c'était un peu compliqué. Le temps de s'adapter avec l'handicap, accepter l'handicap et vivre avec, s'adapter à la vie quotidienne de tous les jours avec l'handicap, c'était un peu compliqué parce que voilà, c'était quelque chose de nouveau pour moi. On bad voilà, j'ai dit qu'il fallait faire avec, fallait n'aïcher au bien handicap au bdit n'aïcher avec malgré mon handicap. Bad je chiffre il y a la possibilité d'équiper un car, c'est-à-dire d'aménager un car. Une personne handicapée peut faire du karting malgré l'handicap. Il y a des aménagements qu'on peut mettre sur le kart pour pouvoir le piloter en étant une personne à mobilité réduite. Donc il y a plusieurs aménagements, hein, parce que l'handicap il diffère de l'ouahad à l'ouahad. Donc là, j'ai découvert un karting aménagé, équipé pour personnes à mobilité réduite dans un circuit en France. C'est là où je me suis dit, tiens, il y a une possibilité de faire la compétition en étant handicapé. Bah, c'est là où ça a commencé. مشوار عمر تحول بفضل التدريبات المكثفة إلى الاحتراف، حيث أصبح يشارك سنوياً في البطولة الفرنسية للأنديكارت، واستطاع أن يفرض نفسه من خلال اعتلائه المراتب الأولى والفوز بالعديد من البطولات. لا ديسيبلين هذه نقول depuis 2009 راهي تشوف كما يقول لك راهي تشوف الضوء باسكو ولا نشوفو 2009 كيفاش كنا وكيفاش كنا نوطريني وكيفاش كنا نسوبريبا ونشوف اليوم وين لحقنا. جو بونس كنا بو فيغ ان غران با للقدام.
malgré le manque de moyens et le manque d'infrastructures. Inch'Allah, maintenant l'année prochaine, normalement il y aura d'autres circuits qui seront homologués, ou une icono similaire à des circuits des non-parents à l'étranger. Donc c'est des circuits qui vont nous permettre de bien développer la discipline et pouvoir représenter les couleurs de notre pays, Inch'Allah, dans des événements d'Oualia ou un Kono au top, Inch'Allah. Bonsoir, مرحبا بكم. ناسيم ببوشي جون باسيوني دو سبور ميكانيك. اليوم جيت نهضر لكم على لا باسيون هذه اللي انا نسي ونعيشوا فيها اللي انا في الجزائر. سي اون ديسيبلين اللي انا خيرتها. عشنا شويه دينا شويه لي روش هذوك دادرينالين سي سا باسكو اون فاتوش مجمع بيلوت ولا مجمع باسيوني وش يحوس لي روش دادرينالين هذوك اللي انا راح نلقاهم بيان سور في السيركوي ولا برا مي دو بريفيرونس في السيركوي سي بور سا اليوم رانا لهنا عند ميغاكا تاعي سيكو كنت نشوف هاد لا باسيون هادي غير في لا تيلي ايا جانهار وين ادرينالين هاديك طافي ان موفمون ان ايفينمون بلوتو لهنايا في ميغا كار عرفت ليكيب ولينا اصحاب علموني بزاف عفايس اللي ما كنتش نعرفهم اللي كنت نديرهم بار انتويسيون موراها وليت على بالي واش معناتها تكنيكمون شاو يصرا واش راني ندير واش الاخر مرحبا بجماعة واحد اللي سانتيغاس الموفمون هدايا مرحبا بالي بوكسون اوفر. رغم الصدى الكبير الذي حققته هذه الرياضة في الجزائر إلا أنها بقيت تتخبط في العديد من الصعوبات على رأسها غياب المضامير الموافقة للمعايير العالمية ونقص قطع الغيار الخاصة بهذه المركبات. الرياضة هما لازم لها كيفاش يقولوا لا بياس ولا بيرفورمانس اللي تربحك تسمى شو لا بياس اللي تعاونك تكون بلو رابيدمون بلو رابيد في السيركوي بارابور لي زوت بيلوت وعندك ثاني لي ريغلاج وعندك ثاني لي زور تاع لي زونطرينمون هادو كاع اللي ما قدرتش نديرهم في الخارج باسكو لي موايان ما كانوش واجدين ومن الناحيه الماليه جافي با دو سبونسور جافي ان او دو Donc, بديت معاهم j'ai pas pu finir par rapport à d'autres heureusement mais دوكا شغل il y a toujours un problème تاع le sponsoring même دوكا اللي نواجه فيه donc par rapport à cette discipline un petit mot pour la fin نتمنى ان شاء الله يشوفوا فينا السلطات المعنيين بالامر تسمى شغل اللي مهتمين للرياضات الميكانيكيه علينا نحوس على سبونسور وسمني رزقي ناسيم طرافا شامبيون دالجيري ربحت شامبيونا اون مانش شامبيونا فيديراسيون تاع فيديرال تاع المغرب طروازيام شامبيونا عرب طروازيام شامبيونا فرونسي ماشي شامبيونا دو فرونس طروفي دو سولون وهذه هي دونك نتمنى الناس اي كسا سوا لي زوبيراتور ايكونوميك بريفي او ايطاتيك يشوفوا لينا باش نقدروا نيفولويو في هذه الرياضات ونعاونوا الناس تيفولوي ثاني هذه العوائق لم تمنعهم من ممارسة رياضتهم المفضلة والتألق في عديد المحافل الدولية ما يتوجب التفاتة حقيقية من السلطات المعنية.